السائلة أيضا تسأل الشيخ عن حكم المواظبة على قراءة سورة السجدة وسورة الملك قبل النوم، هل هذا وارد؟ لا أعلم لذلك أصلا، ولكن الذي ورد أنه يقرأ قبل النوم آية الكرسي. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة أن من قرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، وكذلك يقرأ معها سورة الإخلاص والمعوذتين ويدعو بالدعاء الوارد عند النوم: اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، لا لجا ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يأتي بهذا الذكر عند النوم بعد قراءة الآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين. نعم.